أعزائي المشاهدين، عزيزتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ميكرو طنجاوي. وأخيرا بعد أخذ ورد ومشاورات ماراثونية، المجلس الحكومي كيصادق على قرار مشروع تقنين زراعة القنب الهندي من أجل استعماله في أغراض طبية وصناعية. كاين اللي أيد القرار وكاين اللي كان ضد القرار، وكاين واحد النوع اللي ما فراسو ما يعاود. ما نطولش عليكم، نخرجوا من الشارع ونشوفوا الآراء ديال الناس. أيا بينا. تينا واش مع القرار ولا ضد القرار؟ شنو الرأي ديالك؟ أنا غنقول لك مع القرار وضد القرار. هاد القضية ديال غنستعملوها لأن فيها الدواء ما كاينش الدواء، جبروها سالا كان الشعب باش يكمي مع راسو، فهمتي؟ ويريح مع راسو وتنشوها، فهمتي؟ وبنادم ما عاملين خدامين الخدمة ديالو، ما كاينه لا فيها صحيه ولا والو. كسر لك بولمو، نوز الحومه ديالنا حمق بسبب الدراري اللي كنعرفوهم الشباب بحالنا، حمقوا بسبب هذا الشيء هذا المخدرات بارتي دروغا. تينا كتستعمل؟ انا كنستعمل بالليل الليل على شي وراغي كنطيحها. الى عملوا لنا هذا الشيء هذا فارماسي تلقوا لنا في فاليوم الخاوه، راه حنا مراتي كتستعمل حتى في فاليوم. كنستعمل دروغا شي وراغي، تحيه الدراري ديالنا اللي كيشوفونا والحومه الشوك. اصلا تينا باينه فيك مبلي هاي مبلي. لا هذه البسه والله ما شفتها لا شي وراغ. البسه والله ما شفتها. واش مع القرار ولا ضد القرار؟ لا ضد القرار اخي. هو تسرب سمعه الدوله على حقاش يولي يستعمل كل شيء كيف عاوتاني اللي قالوا داكشي. هو بيني وبينكم ما داروا حتى الشامبوان، حتى كيغسلوا به حتى راسهم زيت للشعر الحاشي. اش عاد الزيت هذا؟ انت بالراجل شي نتايا شي جو خصك شي هنا بالراجل هذا شي جوج هذا ما خصوش يعيشوا هنا، خصو يشوفوا. انا مع القرار الصراحه. مع القرار علاش؟ واش غنقول لك؟ هذيك قلنا الهندي اصلا كيعدوا به الدواء، فهمتي المنظر؟ يعني يسمح حليقة الدولة. يعني تينا مع الدولة؟ أنا مع الدولة. يعني في رأي ديالك شنو هما الفوائد ديال قنب الهند؟ ولكن كيستعملوا، أنا شفت بعض منهم كيستعملوا مثلا في الزيوت، إلا عرفتي. عاود كاين اللي كيستعملوا في حاجات آخرين خايبين. حيت واش مع القرار ديال تقنين زراعة القنب الهندي ولا ضد القرار؟ يعني القرار ياخذوها هما بالثمن اللي بغاو، يعني غيولي فارماسيا غيولي مرخصة بالثمن اللي بغاو، ولكن إلا خلوها هايدا غيولي الفلاح يبيع هو باش ما بغا البزنس كتسمى، فهمت؟ انا ما يدك هاي ديو ما باش ما بغاو يولي الفلاح كيزرع وكيعطينا من الجمعيه اللي كتبيع، ما يستافدش شي مسكين. اولي هما كيتحكموا دابا، هذه راه خطه باش يدخلوها في القانون باش هما حتى اللي بغاو يقطعوا عاد واللي عندهم يعني هي الخطه ديالهم. يعني هذا القرار كيخدم الفلاح او ضد الفلاح؟ نظن ضد الفلاح 90%. شنو الراي ديالك؟ في واحد النسبه اللي صالح ذاك الدريوش اللي كيعيش منها، وفي واحد النسبه ضد هذه الظاهره انها مضره خرجت على الشباب المغربي والشباب العالمي باسره قضيه صحيا او عقليا. لان كانت بحال دابا الاغراض الطبيه وكما قلتي هذه مزيانه، ماشي حاجه واحده اخرى كما هذا ما صالحاش. انت كيفاش ما صالحناش حنايا كاع هذه الحاجه هذه؟ كتستعمل تينا ولا ما كتستعملهاش؟ بصراحه كان ماشي ديما، انا ماشي نقول لك مبلي انا هذاك نشبه وصافي. كتنسى بزاف د الحوايج وكتكالما انت. المهم الا بغيتي تنعس باللي ما تيجيكش النعاس كتنعس. يعني الناس اللي ما كينعسوش باللي كتنصحو؟ لا ماشي كننصحو بعدا، ما تنساش الانسان بعدا، فهمتي؟ بعدا النصيحه اللي ننصحو هي يبعد من هذا الشيء هذا، ما صالحش تستهلك في الصحه وبزاف ديال الحوايج. يعني دابا تينا واش مع هذا القرار ولا ضد القرار؟ نحن مع الدوله، اي قرار اخذته الدوله نحن معها، ولكن يعني في رايي انا التقنين يعني لا يخدم مصلحه الفلاح. يعني الفلاح اللي في المناطق يعني الجبليه، المناطق يعني الوعره اللي كدعاني هي اصلا القنب الهندي ما بقاش فيه بتاتا. القنب الهندي ولا بحال النعناع، يعني بحال النعناع، يعني بحال النعناع والربع ما بقاش يساوي، ما بقاش يساوي مره نهائيا. يعني هذا المنبر هذا يعني كنوجهوا نداء للدولة، يعني خصنا بديل، فهمتي؟ القنب الهندي يعني ما بقى ساوي والو، فهمتي؟ خصنا بديل لهذه العشبة. شحال هذه هي كتبقى يعني كساوية ثمن ودابا ما بقاش، فهمتي؟ يعني القنب الهندي ما بقاش القيمة ديالو بحال اللي كانت، ما بقاش القيمة ديالو مرة، القيمة ديالو طاحت. يعني كنشوف واحد العدد ديال الناس يعني كتقدم على الانتحار بسبب هذه الأزمة الخانقة، فهمتي؟ وبسبب هذا الهبوط الصاروخي للقنب الهندي. يعني هذا القرار هذا
حنا اثر على الفلاح. اثر على الفلاح. اثر على الفلاح بزاف فهمتي، هو كان يعني القضيه مأثره بزاف، دابا عاد تزيد فهمتي. ولكن حنا مع الدوله اللي عدلاته الدوله حنا مرحبا بها. والان اعزائي المشاهدين كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه، كانت هذه هي الاراء ديال الناس في الشارع، ما تنساوش تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعاليق. كان معكم ايو جاري، نتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. تهلاو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.